جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد بالتعاون مع جمعية تركية 9 شاحنات مساعدات إنسانية لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة. أشارت الجمعية إلى أنه جرى تجهيز القافلة السادسة من خلال الفرع، والتي تضم 6 شاحنات كراتين رمضانية بها 17 نوعا من المواد الغذائية وشاحنات زجاجات مياه وشاحنة بطاطين. من جهتهم، أشاد مسؤول الجانب التركي على المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصر تجاه القضية الفلسطينية. النهارده ان شاء الله هيطلع 9 شاحنات متمثلين في 6 شاحنات فيهم كرتونه رمضانيه متكونه من 17 صنف لاهالينا في غزه، 6 شاحنات مواد غذائيه، شاحنتين مياه معدنيه وشاحنه دقيق، باجمالي عدد الشاحنات 9 شاحنات. احنا النهارده هنطلع القافله رقم 6 لاهالينا في غزه. القافله دي المره دي شاحنه محمله بمواد غذائية فقط، 9 تريلات، الكرتونة خاصة بشهر رمضان، الكرتونة فيها مواد غذائية عبارة عن تمر للإفطار وعسل ومربى ومكرونة وصلصة، والكرتونة يعني تكفي أسرة.